احنا نمشي والقفصة ونقرت النقابات الأساسية لعوان وإدارة البيئة في بيان أصدرته بعد اجتماعها في مقر الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة إغلاق جميع منافذ الفوسفات والدخول في اعتصام مفتوح بداية من يوم الاثنين المقبل الموافق 8 ماي 2017. وفقما فادت به مراسلة نسمة في الجهة اللي باش تعطينا أكثر تفاصيل. مرحبا بك هدى جويني. صباح النور، تحية ليك أكيد وتحية لكل مشاهدي قناة نسمة وين ما كانوا. إذا في متابعة لآخر تطورات الوضع في قفصة. بالنسبة لعمال وإطارات شركة البيئة والغراسة وبدعوة من النقابات الأساسية لشركاتهم، يعني قرروا أنهم هم باش يقوموا بالتصعيد فترة قادمة بداية من يوم الاثنين بالاعتصام في مقر الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة، واللي كان ضم يعني المسيرات والتحركات الاحتجاجية اللي كانوا قاموا بها مؤخرا للمطالبة بالإدماج صلب الشركات الأم شركة فوسفات قفصة وكذلك المجمع الكيميائي، وكذلك يطالبوا بصن قانون أساسي وتفعيل نشاط الشركات هذه اللي يأكدوا على أنهم يعني حبوها أنه تخدم في ظل انه تصير فما برشا اتهامات موجهه للعمال هذوما بانهم يتقاضوا اجور من غير ما يكونوا فاعلين ومن غير انتاج. العمال متخوفين من المماطله هذه ومن عدم الاستجابه لما طلبهم، خاصه الادماج اللي تمسكوا به، ولو انه الاتحاد الجهوي للشغل في قفصه في اجتماع كان جمعهم بعد مسيره حاجده صارت الفتره الاخيره في ولايه قفصه، يقول لهم انه السقف المطلب هذايا بالذات عالي وانه المطالب الاخرى الاتحاد يساندهم فيها، واليوم هم متشبثين بالمطلب، مطلب الادماج صلب الشركات الام وباش يقوموا بحركات تصعيدية تنطلق كيف ما سبق وذكرنا يوم الاثنين بإغلاق جميع المنافذ، جميع منافذ الفوسفات والاعتصام. باش نمر لمعتمدية أم العرايس، وين يتواصل اليوم الخامس اعتصام لمجموعة من الأهالي، منهم شباب، منهم وضعيات اجتماعية، ومنهم كذلك نساء اللي يطالبوا بالعمل وتفعيل قرارات نافذة على يعني اجتماع وزاري كان صار في 2015 في ماي 2015 تحديدا، وكانوا أمس العشية قاموا بحركة تصعيدية تمثلت في إغلاق أبار البركة اللي تضخ المياه لمغاسل الفوسفات عدد 4 وعدد 5 بالمتلوي، وبالتالي يتوقف العمل في المغاسل هذه. للتذكير فقط فإنه كذلك في معتمدية المتلوي مازال متواصل الاعتصام بالنسبة للعمال، عمال شركة الخدمات والسلامة سابقا، اللي البعض منهم اللي 11 شخص منهم موجودين حاليا أمام مقر وزارة الطاقة والمناجم في اعتصام بعد مسيرة على الأقدام دامت 12 يوم من ولاية قفصة إلى العاصمة في مطالبة بإعادة الإدماج صلب الشركة، واليوم مازال ما فماش حل جذري للإشكالية هذه، خاصة وأنه الكاتب الدولة للطاقة والمناجم هاشم الحميدي كان في أول يوم ليهم ووصولهم لمقر الوزارة اللي مقسمين أمامها لحد اللحظة هذه كان عليهم أنه يتم إلحاقهم بالشركات الوزير، إلا أن رفضوا نظرا لانه خلاف وعده اكثر من مره للمعتصمين هذوما وتفقدت الثقه ما بيناتهم. اذا هذه جمله يعني اخر التطورات اللي تخص التحركات الاحتجاجيه في ولايه قفصه، وبطبيعه نرجع لكم في اكثر تفاصيل وكل ما يجد جديد في النشرات القادمه. يعطيك الصحه هدى جويني، شكرا لك.